كرة خطيرة على المرمى. جا يا المادلة بلح بال عاد وش اللي المرمى فاضي يا شوف. طيب اليوم نكمل المهنة، طبعا بما اني من زمان ما نزلت في السلسلة يمكن من 3 أو 4 أيام، فبخلي ذا الحلقة طويلة شوي وبحاول أخلص فيها أشياء كثيرة. اليوم عندي مباريات يعني واجد ومباريات حاسمة وقربنا من نهاية الموسم، فبدينا نوصل المباريات اللي لازم تفوز فيها، لازم تتأهل، لازم زي كذا، الحين بدينا نوصل ذا المرحلة. بس قبل ما نبدأ لا تنسون إن في كل نهاية حلقة أنا أعرض كومنتات المقطع اللي قبل، فذا المقطع بيكون فيه كومنتات المقطع اللي فات واللي يكتب الحين. المقطع الجاي برضو بيطلع الكومنت حقه، فاكتب تعليقك يمكن تطلع في الحلقة الجاية ما تدري يعني. بوريكم شيء في مركز التشكيلة، في ناس كاتبين لي ان ممكن هالند ثقيل وما ادري وش، وفي ناس كاتبين هالند مخيس ليش شاريه. تبغى اوريكم السبب ليش شاري هالند؟ تفضلوا شوف احصائيات هالند، لاعب 29 مسجل 30 صانع 5. يعني اوكي انا دائما اقول في المباريات انه ثقيل، اوكي هو ثقيل بس والله هداف. حتى في حلقة من الحلقات قلت انه يمكن يوصل 30 40 هدف، والحين 30 هدف والجولة توها 25 في الدوري، فوالله نتوقع منه 50 بعد هدف. بالنسبة انه ثقيل اوكي انتم قلتوا دربة، بحاول اركز على الرشاقة عنده لأن صدق هو يغثني احيانا في الملعب، فشكلي بضمه مع الشباب ذول اللي دربتهم بدرب على الرشاقة. بس الانهاء والتسديد يعني ما يحتاج ان شاء الله قدام مرمى يشوته هدف هالند. طيب ببدا اليوم من مباراة اتلانتا، هذه بسوي لها سكيب اللي هي ارسنال، معليش تشيلسي، ايش دخل تشيلسي؟ ارسنال بسوي لها سكيب وبنبدا من اتلانتا بعدين نروح نهائي الكاس. اليوم عندنا نهائي ضد ايفرتون ان شاء الله انها ايزي مثل ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، بعدين في مباراه تشيلسي. طبعا تتذكرون يعني وش صار في مباراه تشيلسي في قبل تقريبا حلقتين؟ تشيلسي فاز علي 4-0 وكانت اغث مباراه يعني العبها في حياتي، وبرضه كانت في ارضنا يعني، بس الحين عندي فرصه اني اروح ارضهم واهزمهم. اوكي وهذا ارسنال بنحاكيها الحين. يا حرام ليش 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 خسرنا 2-1؟ والله حس مستوانا اعلى من ارسنال حنا. اوكي دور 32 الحين، خلونا نضيف هالند، نضيف له حصة تدريبية خاصة فيه ونخليه يتدرب، بعدين بضيفه مع اللاعبين يعني الثانيين، خلوه يتدرب الحين لحاله. اول شيء خارج الارض اتوقع يبيلها مؤتمر صحفي صح؟ مباراة حاسمة. اوكي وش تتكلم ايطالي عشان اتلانتا؟ على الورق يبدو ان اتلانتا والهلال متشابهان فيما يتعلق بالامكانيات، فكيف سيكون تعاملك مع هذه المباراة؟ بما ان عندهم لعيبة خلونا نقول ان المفروض ما نستهين فيهم يعني، معليش. هل ستتأهلون في الجولة التالية؟ هو يعني انتم مش الاسئلة الصريحة مرة. الزبدة انتهى المؤتمر الصحفي الحين، خلونا نروح على مباراة اتلانتا على طول. اوه صح اثروا في الحلقة، والله اني نسيت. في الحلقة اللي فاتت تعاقدت مع 2، البطولة ذي مطلب الإدارة يعني لازم نركز. اوهو هي اوكي والله اني حاسس انهم بيلعبون هناك، ما ادري شلون يلعبون 5 دفاع ولا صح عليك. تونالي اسطورة واخس تونالي. اوكي تونالي عاد جاي من الدوري الايطالي فيعرف اتلانتا. يخلصني يا ديفيس. هي طق المادة صح عليك. كويلار بسرعة بسرعة. كاريو انطلق يا كاريو، ترى والله طلبت منك تركض. اوكي حلو. والمادة المادة الهداف الهداف المادة ليش؟ اوكي ايش في ذا؟ اوه ها 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 لا 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 والله بالاستهبال بالاستهبال في المناطق. ايش جالس اسوي انا؟ بينكب نفسي ولا وشو؟ لا بيساكا بلنتي بلنتي. اوكي بالله يا عيال اشرحوا لي وين بغيت اغلص يا عيال، وين البلنتي؟ وين البلنتي في الموضوع؟ انا اللي طحت، شوفوا انا سويت نفسي مجنون. اعترض يا عيال ناظروا، والله العظيم نرجع والله نرجع والله نشوفها. وش صار وش صار وش صار عشان يحسب لهم بلنتي؟ وش صار هنا؟ انا اطيح هم ياخذون بلنتي؟ والله شيء غريب. اوه ضيعت شفت؟ عشان كذب، عشان البلنتي كذب. اه تحكيم اليوروب ليج كذا. اوكي سلم على الدفاع يا ابوي، والله العظيم دفاعي في المباراه يستهبل. اوكي والله العظيم يستهبلون دفاعي. واو اقول عاد يا اخوي بلنتي ثاني. يا الله الحكم شخصنها معي ولا وشو اليوم؟ وكرت اصفر لديفيس بعد. بتضيع 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 بتضيع
ابلع يا ابوي، والله ما تسجل، والله ما تسجل. اوكي اتوقع جاء وقت كنت يا عيال. قال لكم ذا الحارس موهبه، يعني انا مكتشفه، يعني اكيد بصير فنان. شوف الانطلاقه، يوهو يا كنت يا اخي فلك انت. اوكي كنت، يا ساتر توك داخل، يا ساتر يا كنت توه داخل. والله ذا اللاعب مدمر والله العظيم، على طول دخل من الدكه يركض، خذ الكوره سجل، ما في والله اسطوريه التمريره. بسرعه 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 بسرعه. اوكي اوكي يا هلند، يا جت على رجل اليمين يا عيال، لو انها على اليسار حلوه الكوره. خلاص شباب سجلوا، سجلوا الثاني، سجلوا الثاني، خلاص سجل الثاني عندك، اقلب عليكم النتيجة يا شيخ. يو ضاع بلنتيين لهم وقلبت النتيجة يا والله مباراة مخيسة بالنسبة لأتلانتا ذي، يا عيني عليك. يا عيني يا تونالي ما يمشون. يو اوكي اوكي والله اسطورية يا تونالي. بسرعة سالم هالند، يا والله صدق بالراس. يا الحارس. اوكي قلب النتيجة، مباراة مرة حلوة، حظ اتلانتا مخيس بس احنا نستغل الفرص معليش. شوفوا التشكيلة الغريبة اللي جالسين يلعبون فيها اتلانتا، وش ذا؟ بعد مباراة توتنهام بنلعب مرة ثانية ضد اتلانتا، بس طبعا بسوي سكيب لتوتنهام عشان يعني وبلعب بالدكة بعد عشان يكون تركيزنا على مباراة اليوروب ليج، فبنحول على الدكة الحين ونخلي ذولي يلعبون. الحين صار عندي اتلانتا بعد يومين مباراة نهائي، فهذه مشكلة. ممكن اني اريح بعض اللعيبة الاساسيين في ذا المباراة ولو احتجتهم اطببهم، فهمتوا؟ عشان يعني نحافظ على اللياقة المباراة النهائية. طيب يا عيال بلاعب جحفلي اليوم، بلعب ذولي، بخاطر بسوي مخاطرة، بلعب جحفلي والمفرج، وبلعب ياسر الشهراني، بيساكا بيلعب، بطلع تونالي هنا وبلاعب كنو، وبطلع كويلار وبلاعب ريكي بونج. اوكي المادة خلوه يريح وبلاعب سالم، وهذه التشكيلة اللي بلعب فيها ضد اتلانتا. اوكي الله يستر، يعني اتوقع اني سويت مخاطرة بس ابغى اريح عشان يعني الكاس. اوكي ما نبغى تجي علينا رومنتادا في الرياض، نبغى نحافظ عاد على النتيجة. اوكي اوف والله الاجواء حلوة، تروح من بيساكا انت مجنون. لا لا يا كنو، يخرج الكرت الاحمر يا عيال، يا عيال وش حكام اليوروب ليج؟ ليش كرت احمر؟ ليش كرت احمر يا اخي؟ والله ليش كرت احمر؟ دقيقة 6 يا اخي، والله العظيم داخل على الكورة انا. الحين المباراة بتصير اصعب، دقيقة بحاول انتم بحط ذولي بقاء في الخلف عشان يعني على الاقل نحافظ على ذولي يجلسون ورا. اوكي صح عليك ريكي، شو يا فاتي، والله حلوه ذي، حلوه الهجمه بس انا خربتها صح؟ معلش جحفلي، اي يا جحفلي صح صح يا جحفلي. اوكي من هو ذا؟ كريو، كريو مسك الكوره، يا الله تكفون والله ما نبغى العيد، انا جبت العيد من دقيقه 6 يعني ما نبغى نعيدها. صح يا سالم، يا ساتر الاوضاع خطيرة. هاي انتم مش الاحتفالية؟ اوكي يا عيال يا عيال والله لازم اركز انا، لازم لازم اسجل. اوكي اوكي ياسر ياسر، والله ساركن ياسر. اوكي بس يا بوي بس، واو يا ياسر اخترق كل الوسط، واو حلو حلو حلو. صح عليك، حتى سمعوا فارس عوض، سمعتوا فارس عوض يقول ان الهدف هذا يرجع التركيز، ما عليكم ترى صادق هو في اي شيء يقوله. انقلع بس، وين بيساكا هنا؟ الله عليك يا بيساكا، جحفلي موجود يا اخي جحفلي. اوكي 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 ابلع يا ابوي ابلع، ما في تاهل. كريو الله يا كريو. اوكي بيساكا 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 بيساكا، صح بيساكا، روح بيساكا، روح بيساكا الفاتي وفاتي. الله يا خذ الراس، لا حول ولا قوة الا بالله، الراسية تنضرب زي كذا؟ لا ويضرب راسه يروح يمين والكرة تروح عكس. صح عليكم يا عيال والله ما يعدون النص. طيب ليسا مدافعهم سريع، انقلع. اوكي وش ذا؟ هذه راسية الحين، اوه بس والله يا عيال كيف لين الحين ما عدوا النص، مقفل انا النص، مقفل الوسط. اوه لا بلا فلسفة، وشو؟ الحمد لله فاول قبل يا اخي، ذا يبيني
طيب انا اتفاهم معك. اوكي خلص الشوط مطرود مننا واحد، بغير التشكيله وبحط محاور. شفتوا يا عيال بلعب زي كذا، بيكون ريكي ويعني ريكي محور، وبطلع فاتي وبخلي سالم مكانه. اوكي فاتي تجي مباريات ما ادري ايش يصير فيه، وهذه واحده من المباريات اللي يقوم يخبص شوي. تغيرنا التشكيله لتشكيله يعني متوازنه شوي. سالم تهور شوي يا سالم، والله تراك طيرتها فوق مره. يا جحفري يا جحفري. سلام يا سالم يا خوي، وش ذا اللعبيات مدري وش اسمهم، لخبطت انا. سريعين مره. كري اوكي كويلار اقصد. اوكي حشرنا صح. صح يا الحارس. اوكي صح بعدها. وين بيساكا المفرج؟ لا يا المفرج لا، خطيرة اقسم بالله مرة خطيرة، لازم نركز فيها لازم نركز. صح يا المفرج، والله اسطورة مفرج وجحفلي والله رهيبين طلعوا. يا الحارس والله رجال، والله العظيم رجال. اوكي مو مسجلين ابعدها. صح يا الحارس، وش ذا الموهبة الاسطوري، والله الحارس رهيب يا عيال. اوكي احنا متأهلين يا عيال، مالك احنا متأهلين. شفتوا تأهلنا، طلعنا تلانتا غصب مع طرد وبلنتيين الزبدة تأهلنا. اوكي اول دور والله صعب، يعني واضح ان الافرقة ما تمزح ومركزة على ذا البطولة. الحارس الاسطورة شفتوا اخلاق ولعب والله انه رهيب. تشيلسي اتوقع انه معنا يا عيال، دوروا معي تشيلسي. تشيلسي واحد ابشركم، تشيلسي طلع من اليوروب ليج احسن. شوفوا الحين اللياقة ممتازة وبندخل على المباراة النهائية على طول، بس عندي 9 رسائل بشيك الحين شو السالفة. تغيير مباراة استون فيلا، اوكي جائزة المالية 500,000 بس، لاعب تم ايقافه، تغيير موعد مباريات. يعني على طول طلعت القرعه غيروا على طول في الجدول، بضيف اوباندا وبضيف اكثر من لاعب برضو مع هالاند هنا. والله طاقاته حلوه في المراوغه، شكلي بشوف التسديد بالنسبه الانهاء عنده جيد. والله المادة يا عيال جيد من كل شيء. التمرير اوكي، التمريرات عنده مي بكويسه، ركز على التمريرات. كل طاقاته حلوه ومتوازنه، الا التمريرات شوي نازله. بنخليه يتدرب معهم، هذه جلسه بركز عليهم يعني اكثر شيء. يلا مؤتمر صحفي لنهائي الكاس، بسم الله. هلا والله يا عيال، بسم الله. كيف سيكون تعاملك مع المباراه القادمه؟ احنا هزمنا ايفرتون 3-1 في ارضه، خلونا نقول علينا لا نستهين بايفرتون برضو حتى لو اننا فايزين عليهم ما نستهين فيه. كيف ستتعاملون مع الارهاق؟ والله في ضغط الصراحه. خلونا نقول انهم مرهقون مثلنا، لا والله ما اتوقع. خلونا نقول قد عملنا بجد لنصل الى هنا، خصوصا ان طلعنا مانشستر سيتي. اوكي يلا الاوضاع تمام قبل النهائي. اول نهائي بالنسبه لي كمدرب، والله في ملعب ويمبلي. اوكي الاجواء حماس. اوكي صفقوا، شوف جمهورنا كفو حفزونا يا عيال تكفون. اوكي الكاس موجود، هذه الخريطه، طلعنا السيتي وارسنال وليفربول. يقطع بالقوه يا عيال، توني انتبه انه مطلع ليفربول والسيتي وارسنال. والله اقوياء احنا، والله اقوياء. والله مشوارنا كان صعب، احنا نستاهل الكاس باذن الله. مشوار ايفرتون سهل، مشوارنا صعب، احنا يعني تحديات موجودين، احنا في التحديات. فان شاء الله يكون نهاية ممتع. صح يا فارس عوض، ترشيحات يقول 50% 50%. اوكي ممكن اسال يعني كيف الدفاع انفتح زي كذا؟ الوضع مو بكويس. خلص يا تونالي لا تجلس تستهبل، بس انا الحين التركيز موجود ما عليكم. هاي والله عاد فيها فاول يا عيال، داخل برجله على راس اللاعب، والله فيها فاول ذي. يا اخوي تستهبل انت. اوكي صح يا عيال تكفون. ها لا التركيز لا يروح. يا عمي بلا استهبال ذا، انا بسرعة المادة. الحمد لله انها ركنية، توقعت هلد ضيعها. صح ركنية يعني تكفى. اوكي ركنية الحمد لله. انا استغرب ان المادة مو موجود في اغلب الهجمات، ما ادري وينه، يرجع ورا مرة. اوكي لا يا اخي فوق يا اخي، وش ذا الرفعة الارضية ذي؟ اوكي ما عليك فارس عوض ما عليك. اوكي هالند ابلعوا. لا لا كيف ضيعتها هذي؟ واو يا تونالي المرمى فاضي.
الله يستر. يا ساتر يا ساتر فيرتون. اوكي اول شيء بطلع كاريو، مرة تعبان كاريو. كنت بيصير سي اف ورا هالند، والمادة هو بيتحول على اليمين. اوكي شوط ثاني افضل ان شاء الله. تكون مباراة اشبه زتتا. تبريرك في المساحة الفاضية. سلام. اوكي. اوكي. لا. لا 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 تكفون لا. يا ساتر يا اخي ما لا تكفون، والله ما نبغى نخسر. اخلص. هالند صح. ما نبغى نخسر ما نبغى نخسر. اوكي. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. اوه والله يخرجك، الحمد لله هدف. حسبها ضربت في العارضة وراحت. اوكي اوكي ايه، من قال ان استسلمنا؟ ما استسلمنا. يلا بس والله اني ارتعت يا شيخ من ضربت في العارضة. كرة خطيرة على المرمى. لا لا يا المادة لا. يا اخي ثاني واحد يضيع والمرمى فاضي. بله بال عاد، وش اللي المرمى فاضي؟ يا شوفوا هاش يا اخي شت، والله العظيم تعبت انا نفسيا. المرمى فاضي، الله يرحم والديك يا المادة. يا ساتر يا ساتر، ما تدري تحس انه بنفوز ولا بنخسر ولا شلون ضاع الحين. اوكي يا تمريرات غلط. والله بينية اسطورية، والله بينية اسطورية. اوكي انحشرت. لا كنت لا يا ليل الليل. اوكي سكتهم يا ابوي، روح عندهم وسكتهم. ايه طب يا ابوي عند جمهور فيرتون. ايه يا شيخ احتفل قدامه، شوفوا ذا شوفوا ذا اللي واقف حاقد. صح يا عيال صح، والله فيرتون ما يمزح، اقسم بالله ما يمزحون. واو كنت يا اسطورة يا كنت. واو هدف البطولة، ذا هدف البطولة. قربنا دقيقة 81 قربنا من الكاس. يا ذا الحكم ما يبي يحسب لا فاول ولا شيء ولا بيسوي شيء. اوه اوكي ما عليك نفعلها، ما عليك يا فارس عوض. لا ليرتها 3-1. صفر. اوه لا تصفر، عطني. وهذا هو الكاس، وجاء اول بطولة جت الحمد لله. اوكي مباراة صعبة، مباراة قلق غفيفين بشكل. اوكي كويلار الكابتن، كويلار هو اللي بيرفع الكاس. اوه ازرق وابيض حاطين. اوكي الكاس ازرق وابيض. يلا يا كويلار ارفع اخلص. اوكي والله اساطير، والله العظيم اساطير. والله اني خفت صدق، يعني جتني لحظه قلت شكلي خسران بالمباراه. عندنا بطوله الامارات للحين ننافس عليها، تتوقعون نجيبها بعد؟ يا ساتر يا الضغط. اوكي انا بوقف هنا. بالحلقه الجايه عندنا شالكه، طلع ضدنا شالكه في دور 16 من اليوروب ليج. مباراه الانتقام من تشيلسي بتكون في الحلقه الجايه ان شاء الله. لا تنسى تنشر القناه، سهل الصراحه لايكات وذا الاشياء على اول بطوله يعني في الموسم. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، لا تنسى لايك والاشتراك. مع السلامه.